متتبعي موقع اليوم 24، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ حسن أريد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، والذي سوف نناقش فيه موضوع المونديال، مونديال قطر والمشاركة المغربية الباهرة في هذا العرس الكروي ودلالات هذا الحدث الثقافية والحضارية. مرحبا بك سي حسن. شكرا سي عبد الحق على الاستضافة، شكرا جزيلا، والموقع يومين اليوم 24، شكرا جزيلا. وشكرا لك على تلبية الدعوة. وسؤالي، كيف عشت وجدانيا هذا الحدث الكروي؟ أول شيء طبعا حينما يشارك المغرب في المونديال هذا يستثير الاهتمام، هو طبعا أهم عرس كروي يشارك المغرب حقيقة في كروي أو في مباراة الكاف، ولكن المونديال شيء آخر. طبعا معروف اللحظات التي شارك فيها المغرب في 1970، كنت طفلا حينها وأذكر يعني في الراديو، ثم أذكر طبعا المشاركة في 86 حينما تأهل المغرب إلى الثمن بعد تسجيل الخيري يعني هدفين، ثم كذلك 94 98 و2008 او 2018 عفوا، وهذه نعم. فطبعا حينما يشارك المغرب لا يمكن ان تكون لا مباليه، نعم. وحقيقه بالنظر الى يعني مجموعه الفرق التي تم فرزها كنت متخوفا حقيقة، يعني مجموعة كانت صعبة وكانت تسمى حقيقة مجموعة الموت، فلم أكن أتوقع حقيقة يعني أن يتأهل المغرب، يعني كنت في قرارة نفسي أتمنى مشاركة مشرفة، هذا هو الذي كنت حقيقة، وفوجئت كما فوجئ الجميع مفاجأة سارة بالأداء المتميز للفريق الوطني، فعشت وجدانيا. وحقيقة المقابلة التي أثارت الاهتمام هي المقابلة مع بلجيكا لما سجل المغرب، ورأيت بأنه رغم أنني لست خبيرا يعني، ولكن أداء المغربي كان متميز احترافي، ورأيت بأنه فريق لا ككل الفرق التي كنا دأبنا عليها، وهو الأمر الذي تأكد فيما بعد إلى آخره. سي حسن، في مقال لك نشرته قلت بأن شبهت هذا الحدث الكروي وهو لعبة كرة القدم بمؤتمر باندونغ 1955، هو مبالغة؟ ممكن لا أدري، ولكن حقيقة كتبته بعد مباراة المغرب والبرتغال، كنت في حالة نفسية وجدانية غير طبيعية وقد أكون مغاليا، ولكن الذي دفع بي إلى ربما مقارنة هو الأبعاد الثقافية والحضارية التي أعطيت، نعم، للمونديال يعني من الجانبين، نعم، هناك تحامل وقراءات يمكن أن نعتبرها مغرضة، ولكن بذات الوقت كان هناك نوع من التعاطف الكبير مع الفريق الوطني المغربي أولا في العالم العربي إفريقيا ودول أخرى كذلك، نعم. مباشرة بعد انتصار المغرب كنت توصلت بصورة من جريدة من الصين، يعني فكان هناك حقيقة يعني نوع من التعاطف الكبير، وطرحت القضايا الثقافية والحضارية في هذا المونديال، لأن يعني أول مرة ينعقد المونديال في بلد عربي إسلامي، وأجريت قراءات من الغرب، نعم، على قطر والثقافة العربية والإسلام عموما إلى آخره، كما أن ذلك أفرز ردود فعل، والحال أنه رغم أن المونديال هو بالأساس لقاء كروي، ولكن لا يخلو طبعا من قراءات ثقافية وأحيانا سياسية. ينبغي ربما أن أذكر بحدث رياضي بامتياز، وهو الألعاب الأولمبية ل 2008 التي انعقدت في الصين، وكيف كانت مؤشرا على تحول كبير يعني في الصين. وعلى كل حال الذي يمكن أن أقول بأنه لاحظت نوع من تعاطف مع الفريق الوطني من هذه الكتلة
يعني التي تضم يسمى بالمستضعفين أو لي داني دو لا تيغ المعذبين أو المنبوذين في العالم كيف أو المنبوذين طبعا هو لي بروسكري باللغة الفرنسية وربما الترجمة هي المنبوذين إلى آخره ولو أن حقيقة ربما يعني لكي أستعمل مصطلحا كان رائجا حينها لي داني دو لا تيغ المعذب الأرض يعني في التعبير الذي كان استعمله فرانس فانون في كتاب شهير إلى آخره على كل حال قلت كيتو يعني فلا يمكن أن نجزم إنما في جميع الحالات كنت في نشوة الانتصار من لما كان قارنه مع مؤتمر باندونغ شنو وجه المقارنة هذا مؤتمر عقد في 1955 للبلدان اللي كتشعر بأنها على الهامش مهمشة هو كانت مهمشة كانت هناك طبعا لأن انعتقت من الاستعمار باندونغ كان بالأساس النواة الأولى لكتلة إفريقية آسيوية هذا هو الأساس يعني بعد طبعا نهاية عصر الاستعمار من أجل أن تكون هناك كتلة وازنة خارج في نهاية المطاف أولا الغرب ولكن خارج كذلك الصراع بين الشرق والغرب كانت الحرب الباردة على أشدها حينها من أجل وجهة أخرى لا هي شرقية ولا هي غربية هذه الفلسفة ومؤتمر باندونغ كان حلقة أساسية لاستكمال كثير من الدول يعني لاستقلالها واعتبر الرئيس السنغالي والشاعر سينغو اعتبر باندونغ بأنه أهم يعني لحظة في التاريخ بعد النهضة اعتبره بأنه يعني حدث مفصلي للأسف الشديد لا يمكن أن يقارن بالنهضة ولكن حينها كان استأثر بالاهتمام ثم فيما بعد ارتأى المرحوم والشهيد المهدي بركة أن توسع إلى أمريكا اللاتينية فيما يعرف بلاتري كونتيننتال إلى آخره فطبعا هي كانت لحظة مفصلية أحيانا لا نكتب أشياء بناء على ما وقع ولكن بناء على ما نتمنى أن يقع فطبعا يعني في نوع من لوتوسوجستيون فطبعا يعني أخفي نوع من الأمل في أن يتشكل وعي جديد في هذا السياق وفي الشعور حقيقة بالانتماء هذا هو أيضا في هذا المونديال يعني لوحيد بأن هناك يعني نوع من الصراع الثقافي أو الحضاري حول أو القيم نلاحظ من جهة حضور الأم حضور قضية فلسطينية قضية العادلة مقابل يعني غرب يعني يروج لقيم أخرى مثلا منع الكحول في الملاعب قوبل بانتقادات يعني غربية مثلا موضوع المثلية مثلا إلى آخره فكيف تابعت هذا هو اللافت حقيقة ربما إطار الأمثل هو أن يكون المونديال في منأى عن هذه القضايا الثقافية أو الحضارية لأنه هذا أمر واقع نعم. يعني أنا لا أدري ولا أفهم كيف يزج بقضية مرتبطة بين قوسين حقوق المثلين هذا موضوع طبعا يمكن هناك إطارات أخرى يمكن أن يطرح هذا عرس رياضي وفي جميع الحالات ينبغي احترام يعني الخصوصية الثقافية للبلد المضيف يعني لغته قيمه دينه إلى آخره حينما انعقد أو انعقد المونديال في المكسيك أو في روسيا لم يطالب أي شخص بتغيير قيم هذه الدول يعني المفروض من الدولة المضيفة هو احترام قواعد اللعبة يعني قطر لم تغير قواعد لعبة كرة القدم لم تقل بأن ينبغي دخول الملاعب بوضوء أو شيء من هذا القبيل أو يعني أو تغير قواعد اللعبة إلى آخر أما قضية القيم المرتبطة بالدولة المضيفة فينبغي احترامها نعم. كان هناك ربما غلو من قبل يعني بعض من ولا يمكن أن نعمم من صانع الرأي مثل مقارنة وهو شيء حقيقة مخزي أن تقارن رقصات بعض من اللاعبين المغاربة يعني برقصات القردة هذا حقيقة يعني مخزي ولا يشرف أولئك الذين قاموا بهذه الأمور
مثلا تشبيه يعني او مقارنه لاعبين مغاربه يقومون بالشهاده الى اخره بداعش الى اخره. فاذا كنا ينبغي ان نتجنب، وربما يعني هذا الشعور يعني لربما بالانتماء كان رد فعل لهذه التصرفات. الواقع انه حقيقه صراع القيم كان على اشده في هذا المونديال، واظن بانه ينبغي الان دراسة هذا الموضوع بتأني بعد أن تخفت الأمور. لابد في اعتقادي لأصحاب الرأي وللباحثين أن يدرسوا بتأني. أنا ليست لدي كل المعطيات حول هذه الأمور، لم أكن في قطر، ولو أنني كنت بصفة غير مباشرة لأن ابني كان ذهب وحضر وتابع كل المباريات وبالأخص تلك التي يعني أجراها الفريق الوطني، ولكن على كل حال أعتقد بأنه لا بد من دراسة هذه الحالة دراسة متأنية وعلمية وموضوعية. أستاذ، أريد أن أقف معك عند موضوع حضور الأم. هل تعتقد بأن هذا حضور الأمهات أمهات اللاعبين كان أمر مخطط له مدروس لإعطاء شحنة معنوية للاعبين، أم كان جاء عفويا؟ لا أستطيع أن أقول هل كان عن قصد أو عفويا، ولكن المؤكد بأنه يعني أعطى شحنة للاعبين. أنا أظن بأنه، وعلى كل حال إذا تأكد ما يقال بأن المدرب السيد وليد الركراكي ارتأى أن يحضر الأمهات لإثارة الشحنة، فأعتقد بأنه كان موفق. وفي جميع الحالات هذا جزء من ثقافتنا، البر بالوالدين وبالأم إلى آخره. وطبعا مثل ما يقال يعني في الأثر الجنة تحت أقدام الأمهات إلى آخره. فعلى كل حال أن يكون مدبرا أو عفويا لا يهم، ولكن من دون شك أنه أولا تعبير عن ثقافتنا البر بالوالدين، ومن دون شك أنه أثار يعني شحنة وحمية لدى اللاعبين، وكانت هناك صور جميلة جدا يعني حقيقة أثارت اهتمام كثير من المتتبعين. رقصة بوفال مع والدته، وحكيمي كذلك مع أمه، ووليد الركراكي مع أمه حقيقة يعني، أو نصيري مع والده حقيقة يعني، ودموعه تنهمل يعني. هذه اللحظات مؤثرة، وينبغي أن نؤكد أننا لم نكن في منأى من التأثر طبعاً كذلك. طبعاً، وأيضاً حضور الأمهات مع اللاعبين في القصر الملكي كانت أيضاً مشهد يعني مؤثر. أكيد، هو طبعاً جرت العادة يعني من لدن القصر الاحتفاء باللاعبين المغاربة. أذكر يعني أنه حينما أحرز أولاً نوال متوكل على الميدالية الذهبية، وكانت أول ميدالية في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس، ثم عويطة إلى آخره، سعيد عويطة. تم هناك حين في أيام المرحوم الحسن الثاني تم هناك احتفال جماهيري، ثم بعد المشاركة في 86 إلى آخره وحتى 98. فطبعاً هذا تقليد، ولذلك يعني أذكر كذلك أن جلالة الملك محمد السادس سبق أن استقبل يعني الفريق الوطني في الكأس الإفريقي الذي انعقد وانتظم في تونس 2002 و2004، لا أذكر السنة بالضبط، ويعني تنازع الفريق الوطني على النهائي مع تونس إلى آخره. فهذه أمور يعني متواترة يعني من أجل الاحتفاء بالكفاءات الرياضية، وطبعا في كذلك المجالات الأخرى. لكن الطريف والجديد هو حضور الأمهات، هذا حقيقة أو يعني سابقة وكانت مؤثرة. مؤثرة، وحضور ليس فقط الأمهات كضيوف، ولكن كفاعلين كذلك. يعني كل لاعب مع أمه، وكذلك أن تتم الصورة بحضور الأمهات. هذا هو الذي يضفي طبعا بعد على هذه الظاهرة. هو طبعا احتفاء بالأم، ولأن هذا النجاح لم يكن ليكون كذلك بدون عطف ورعاية الأمهات. أيضا من جهة أخرى، هذه أول مرة ينظم فيها المونديال في دولة عربية مسلمة. كان هناك تشكيك من عديد من الدول، كان هناك حملات، ولكن يمكن القول بأن قطر ربحت رهان التنظيم. يعني ما هي دلالات هذا
على هذه الدلالات على هذا المستوى. و لا يمكن طبعا الا ان نبارك لقطر حيازتها على تنظيم المونديال وعلى نجاحها. وانه ينبغي كذلك ان نذكر بان المغرب كان سبق ان تقدم الى اخره. وعلى كل حال نشاطر القطريين اولا فرحتهم بتنظيم هذا المونديال وكذلك نجاحهم في تنظيمه، لان المساله ليست مرتبطه بالتنظيم ولكن بالنجاح، والمهم هو نجاح. والجميع يجمع على ان قطر نجحت في التنظيم، يعني قرات وتتبعت، ولكن لدي كذلك شهادات من الذين حقيقه عاشوا الحدث عن كثب، ومنه ابني الذي كان حاضرا الى اخره، والذي ادلى بشهاده ضافيه ودقيقه بانه كان حقيقه في تنظيم رائع وفي حسن ضيافة ورعاية خاصة للمغاربة. لابد حقيقة أن نشيد بما قام به الشعب القطري حيال أولا الفريق الوطني في المدرجات، ولكن الجمهور المغربي كذلك. يعني لم يشعروا المغاربة أنهم أجانب. كانت هناك حملات أولا على اعتبار أن قطر دولة صغيرة، ثم أن قطر ليس لها تقاليد كروية، ثم أثيرت قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان، ثم قضايا وحقوق العمال، ثم قضايا مرتبطة بعمولات إلى آخره إلى آخره. فالظاهر أنه كانت هناك حملة، وفي نهاية المطاف المهم هو النتيجة. أن قطر نجحت في تنظيم المونديال وبشهادة الجميع يعتبر لحظة مفصلية، وهذا هو المهم، هذا هو المهم في نهاية المطاف. ومثل ما قال سمو الشيخ أمير دولة قطر، وفت قطر بالتزاماته، هذا هو المهم. هذا هو المهم. طب الآن نتحدث عن ما بعد هذا الحدث بالنسبة للمغرب. هل تتوقع أن هذا حادث فاصل ممكن أن يكون له ما بعده بالنسبة للمغرب كرويا وفي مجالات أخرى؟ أظن ذلك. كنت في حوار مع ابني واعتبر بأنه أهم حدث في تاريخ المغرب. قلت له يعني المسيرة، قال لي أنا أتحدث عن القرن 21. أظن بأنه كما يقال بالفرنسية دو ميموار دوم، يعني خلال استقراء ذاكرتنا، هذا حدث أبان فيه المغرب عن أنه يمكن أن يوظف في قوة ناعمة. طبعا للمغرب عدة مؤهلات فيما يخص القوى الناعمة في الرياضة، في الفن، في الثقافة، يعني وهذا لا جدال فيه وفي كل أوجه، لكن يعطي دفع وشحنة جديدة، وهو رصيد ينبغي حسن استثماره، لا جدال في ذلك. أظن بأنه بعد أن تنتهي فرحة أو لحظة الفرح ينبغي التفكير من أجل يعني حسن استثمار هذه اللحظة. من دون شك يعني أن هذا النجاح، أنا أتفق، يعني لم يكن ولد الصدفة، هناك تراكمات، ومنها من دون شك يعني أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، هذا لا جدال فيه. وأتمنى طبعا يعني أن يشمل أو تشمل هذه الرعاية كل أوجه الحياة، سواء ثقافية أو الفنية. وفي جميع الحالات هذه لحظة مفصلية، والتي أعطت للمغرب يعني توهج وحضور، واكتشف الناس حقيقة بأن هذا البلد له تاريخ، له شباب، له طاقات. وينبغي هنا أن نذكر بشيء معلوم، ولكن لابد يعني أن نذكر بأن المغرب لا ينتهي فقط في حدوده الجغرافية، هناك مغاربة في الخارج وهم جزء من المغرب. نعم. أو ما يسمى ب يعني الجهة الثالثة عشر، المغرب فيه 12 جهة، لكن هناك كذلك ما يسمى بالجهة الثالثة عشر وهم المغاربة في المهجر، هم حاضرون في المنتخب وكانوا حاضرين. نعم. ليس حاضرين فقط، ولكن حاضرين بقوة. نعم. وبتميز. وهذه الطاقة ينبغي أن نحسن استثمارها. نعم. حسن أوليد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، شكرا جزيلا لك.
متتبعي موقع اليوم 24. شكرا على تتبعكم وإلى لقاء قريب. شكرا.